صباح الخير والعافية على كل مشاهدي رشيد والناس بحلقة جديدة بالتحديد من تقاطع الشرطة الرابعة. التقاطع اللي يكون بين الشرطة الرابعة وبين الشرطة الخامسة. أي شخص عنده مشكلة حاب يوصل صوته وعنده وجهة نظر أو رأي حاب يطرحها من خلال البرنامج. إي عمو تعال تعال. إي تعال اطبق وتعال على راس. متواجدين احنا لمدة ساعة تلفزيونية كاملة من 9 إلى حد الساعة 10 لنقل صوتكم إلى الجهات المعنية. الحال كما هو، ربما أسوأ، والله اليستر من الأيام الجاية. دولار معلق والما عنده الله يكون بعونه. قدم نساعد، ما نقدر نسد ولو جزء بسيط من مشاكل ومعاناة واحتياجات المواطنين. تعال عمو تفضل تعال عيني. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. الله يخليك. الله يخليك. انا احد اعضاء نقابة المتقاعدين. ايه قادة أبو سامر الشكر الجبوري ومعروفين احنا بالهيئة التقاعد. نعم. عندي مناشدات، أناشد رئيس الوزراء. نعم. وناشد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وناشد رئيس هيئة التقاعد. بالنسبة للقانون اكو مادة 14 ما نفذت. أيه. هي من 2019 بصراحة قرروا عليها وموجودة بالجريدة الرسمية بالوقائع العراقية وما زين. نفذوها ولحد هسه. وثاني شيء عندي مناشدة ثانية، الإجازات المتراكمة للجيش العراقي السابق، إجازات المتراكمة وزعت وجبة وقلت وجبة يوم 15 بالشهر نهاية الخدمة. مو نهاية الخدمة، نهاية الخدمة واحد، مكافأة نهاية الخدمة واحد. شنو هاي بس الإجازات المتراكمة تحتسب من لمدة 6 أشهر الراتب الكلي. الراتب الكلي معروف، هو هسه معروف قرروا عليه بالموازنة. بالموازنة قرروا عليها. هاي الموازنة طبعا هي قررت من 2019 وقفوها. وهسه قرروها مرة ثانية الوجبة الأولى. وزعوا لحد نص النابضة بالدرجة الثامنة. نص النابضة. وقالوا اكو مكملة ملحق للفلوس. وينها؟ وين صارت؟ البارحة يوم 15 وعدونا على يوم 15 عبرت ال 15 وماكو اي وجبه. ايش قال؟ اوعدك على الوعد وازقك يا كمون. ايه. رحم الله والديك. احنا نطالب هيئه التقاعد بالوعود الصادقه، لازم تكون وعودها صادقه، مو تكذب على العالم. ترى احنا اصحاب الشيب البيضاء. هذيك مره سوينا مظاهره يمكن سمعتوا بها بيوم 25. نعم. نعم. مظاهرتنا كانت قويه، بس هالمره ابلغ رئيس التقاعد ترى مظاهرتنا راح تصير اكبر بعد، لان البارحه بصراحه المتقاعدين ترى غاضبين الى درجه. ايه. غاضبين الى درجه لان ماكو وعد. حقوق ماكو. حقوق ماكو. ما مستلمين حقوقهم. صح. نهائيا ما مستلمين. منو بهالبلد مستلم حقوقه؟ ماكو نهائيا. تفضل استاذنا. تفضل. استاذنا ترى المتقاعد هسه نطالب رئيس هيئه التقاعد بالكلمه الصادقه يوفي بوعده ويمشي الوجبات كل 15 بالشهر ونهايته بيوم الراتب. عمر يوصل صوتك. ان شاء الله اوصل لك يا الى وكيل. بارك الله بك. بارك الله بك والله. استاذ حسام واستاذ اياد الجبوري. صار اياد الجبوري. صار يوصل صوتك. حياك الله. تسلم حبيبي. رحمه الله بك. السلام عليكم. شلون صحتك؟ صباح الخير. شلونك حبيبي؟ الله يحفظك. انا عندي بس هالولد. ايش بيه؟ مريض. عنده تلف في الدماغ يعني. وش اسمه؟ ايش تحتاج لامور؟ احتاج له بس على مود الراتب يعني. تعبنا كل ما نروح ماكو ما ادري شنو. صار عمره 20 سنة وما يطلع برا. راتب مال رعاية؟ اي والله راتب لو معين ما ادري. انا ما اقدر ارجع يعني. امه تشتغل همين دوام. زين. فوديها. قدمت انت؟ انت مقدم؟ والله طيت الواحد يعني عوده يسوي واسطة كذب علي وكل شيء ماكو. شنو طيته بس احكي لي شنو طيته؟ طيته مال المصاريف عودي شيء قليل طيته بس. طيته؟ بالخمسين ألف بس ما سوى كذب عليه. ايوه يطلع وبعدين كل شيء ماكو. فرحنا كم مره يقولون مسدوده كل ما هاي. فما اعرف هسه شلون اراجع. والله مقابله قاعد هالبارحه من البارحه اليوم قاعد ما نايم بقى.
من البارحه قاعد. هسه نرجع البيت عودي نام. هسه توصل لك، توصل لك متقيد. اذا حصلتهم. استاذ نجم صباح الخير. هسه انتظر استاذ نجم يتصل بي وبيك خير وتدمر، نشوف شلون نقدر نساعدك. تسلم. بس اخذ رقمي عمو حتى تدز لي التفاصيل، اعطي رقم البرنامج. هاي عمو الشباب ولو مشاكل البرنامج. مشاكل العالم اكثر وهاي، بس يعني شنو مستقبل؟ اريد زوجة مثلا، اذا عبر الزوجه هم ما عنده راتب. يعني لا اقدر اشتغل. شلون الزوجه عمو اذا هو اي اقول لك يقول عنده تلف بالدماغ. اي يعني الفلوس شو اكتب لي بنت العانه؟ هو يقول العاد انا دايم لامه، دايم لامه. ما دايم له، بس هو غير لازم اكو علاج. هو اذا نعطيه علاج دباكين. شو اسمه؟ هو شو اسمه؟ ماهر. ماهر هو ذكي بالموبايل بهذا يحكي ماهر، بس ما يطلع برا. لا قليل هيك ما تفتم عليه. الله يحفظك. الله يحفظك. يهمك الشباب عمو، خذ رقمي وتواصل وياه، خلينا نشوف شلون نقدر نساعدك. امر. انت هوايه تتعب ويا امر امر. وانا ندعي لك يعني النجاح والنحو الاحسن. اشكرك. وان شاء الله الله يخلص يخلص كل العالم من المشاكل. تعال سولف لي على وضعكم. شكرا. شلونك؟ بعد روحي. شنو هنا حالكم وضعيتكم شلون؟ والله زين. شلون زين؟ يعني يطلعون الاتحاديه ويطبقونا ودقونا ارقام. انتوا شغلكم على السوق؟ شغلنا على السوق. بعد وين؟ مو؟ ايه. لا هو شغلنا على السوق، لو يطلعونا بعد ماكو، اذا طلعنا بعد ماكو. اي ماكو هنا حركه، بس هو هالتقاطع هذا. اي بس بالتقاطع. ايش قد تطلع باليوم؟ 15 20 مو سوى. شو تسوي بيهن ذني؟ شو اسوي بيهن؟ اي سوق اسوق للبيت، سلفه. يومي ما تكتي كان صاعد سايق. 50. كل شهر؟ لا كل اسبوع 50. كل اسبوع يعني بالشهر 200. اي تطلع 50. 50 ما 60 ما تيك تيك. ما ماخذها بالاقساط؟ سايق لا. اه سايق يعني باليوم 60 ايجارها؟ لا يومي 10. اه يعني بالاسبوع؟ اي بالاسبوع 60. يعني انت ايش تشتغل بالنص انت؟ اي. لان انا الشغل ايش قد ايش قد تعطي نفسك تطلع 20. اي. يعني مرات تطلع انت 5 باليوم. هو هذا الشغل. الله يسعدك. الله يزيدكم. الله يزيدك. بعد روح. صباح الخير حبيبي. صباح النور. شلونك خلاص؟ انا جاي الحمد لله بخير. عمر انا جايكم مشكله صغيره. عندي دواء برجلي وانا ابيع شاي يعني، فما اقدر عمليه تتكلف اكثر شيء بالمليون يعني تكلف لها، يعني عمليه ما الدواء كبير. ابشر قول يا الله. بلكت ناشد ان احد من اصدقائك يشوف. مو اصدقائي، هي الدوله. الدوله ولا مو اصدقائي؟ مو اصدقائي يا عمي الدوله. شلون حجيه؟ احد من الدكاتره طيبين. شلون صحتك؟ هسه تدلل. شلون وضعك؟ وضعي والله بالقوه. شلون بالقوه ليش؟ اي بالقوه عايشه. شو نسوي لعت؟ ليش يمه ليش؟ الحمد لله وشكر. شو نسوي؟ ها هي. وضع مو زين؟ اي مو زين، حيل مو زين. والله من كل ناحيه مو زين العراق، خرب العراق. مو مثل قبل يوم؟ لا لا حرامات العراق، مع الاسف هيك يصير بي. هذا العراق. والله مع الاسف هيك ضاع. كل شيء ضاع، دعتك. خراب الى الخراب. لا انا ولا طماطه القربيده. تعال عمي تعال. اريدها من هالشارب الطيب. عمر هلا عمي. عليكم السلام. صار الشارع صار هسه هسه سولف لي عليه ثواني بس خليني اتصل له على مشكلته. عمر ايش بيه هذا الشارع يا شارع؟ هذا الشارع كله مفلس، مطين عليه فلوس، اهل سكلات ومدري شو اسمه. صار له كم سنه ما حد يسويه ولا حد يرضى يشتغل. ستواصل لك ويا وزاره الصحه، شوف لك موعد يحجوا لك. تومر اذا من شاربك. عمليه ما الدوالي. عمليه ما الدوالي. بدي اتصل على الدكتور سيف، سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. دكتور سيف صباح الخير، شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك دكتور. انا اليوم حلقتي بالشرطه الرابعه بالتقاطع، يمي احد المواطنين بيدوالي ويريد يسوي عمليه وناشدكم وقال ما عندي الامكانيه الكافيه بانه انا اسويها على حسابي. رصيدك على وجهك. النوب خلص الرصيد. تعال حماده جيب رصيد. اي دكتور سيف رصيدي خلص، تقدر تخابرني انا على الهواء مباشر. يلا بانتظارك بانتظارك. ماجد خلي حماده يجيب رصيد، خلي يجيب رصيد. هسه صار امر. سيتصل دكتور سيف ونحلها. ها حجيه. ايه دكتور شال عين قلبه، كم تخابرنا وهم تستجيب للمشاكل.
الله يحفظك حبيبي. انت المريض وين جاء مكان الثاني؟ هو بالشرطه الرابعه. يا هلا وسهلا. نعم يجيكم للوزاره هسه؟ لا المدينه الطب. تمام هسه راح ادزنا لمدينه الطب. اسمك الثلاثي شنو؟ ابراهيم حمزه هجوج. ابراهيم حمزه هجوج. ابراهيم حمزه هجوج. هجوج يا هلا وسهلا. خلي توكل هسه خلي يجي وتتدلل. وين يجي؟ لاي مكان المدينه الطيب؟ بالاي قسم؟ مدينه الطيب بالاداره مالتها. واهلا وسهلا. انا ممنون لك دكتور، عاشت ايدك. شكرا لك. شكرا لك. ممنون لك دكتور سيف. هسه شو تسوي؟ رحم الله والديك. مو راح هسه رحم الله والديك، مو بس رحم الله والديك، ممنون اني لك، هاي واجبنا. هسه تروح مو ضل تفتر بالصينيه. ان شاء الله ان شاء الله. يلا اركب تاكسي قدامي خليني اشوفك. تاكسي مالتك علي. رحم الله والديك. يلا ايش منتظر؟ روح هسه ينتظروك مدينه الطيب للاداره على دكتور سيف البدر. صار يلا اخذ رقمي، خاف تحتاج شيء هناك. تعال ابراهيم تعال تعال اعطي رقمي. تعال روح اخذ رقمي تواصل وياي. بس اليوم تروح ابراهيم حتى يسوي لك موعد. صباح الخير. لا صباح الخير. شلونك؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. قول امر استاذ على مود هذا الشارع، شارع جامع الكبيسي مال الشرطه الرابعه. آه. بين الشرطه الرابعه والشرطه الخامسه. وهذا حتى حرام يسموه شارع، هذا مو شارع. اي مو شارع. اي هذا مو شارع، هو يعني شوف هسه هذا كله سكراب. هذا عمي سكراب وكل الضغط عليه هذا الشارع، وكله محفر ونقر بي وجاي يدفعون فلوس عليه. سووا هذا الطريق مال الشهداء بين الشهداء الرابط على الفلكه مال الفلكه. نعم. مال الشرطه الرابعه. نعم. سووا ذاك الشارع هذا عليه سكلات، سكلات ذولا معروفين وبنفس بلسانهم قال احنا نعطي 18 ورقه ومطين. شو 18 ورقه؟ مطين 18 ورقه ويطول شو اسمه على مود السكلات مالتهم وعلى مود الشارع حتى طببون اللوريات ومحفرين. من ينطل؟ والله العظيم انا اعرفه يطل البلديه، جماعه البلديه جماعه الامانه. ايه جاي ينطون لهم يطوم حتى تطلع. والله بلسانه 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 حكاها، ظليت اسولف وياه وحكاها وقال لي حتى ظل حتى يظل الشارع وحتى شنو اللوريات، اللوريات حمل ضغط عالي يشيلن وزن فشنو يفوت بالشارع حتى اها حتى ما يبقى الشارع هيك متهدر. هذا احنا هذا شوارع وكلها فلشه ومو حد احد يشتغل ولا هاي ولا اكو مسؤول ولا اكو دنيا، كل شيء ماكو زين. وان شاء الله بعد القادم لك امانه خلينا نشوفهم شنو اللي يصير بالشارع. هو هذا الشارع هذا كله يربط منا ويربط منا انا وين الري على منا على الاعلام هذا يعني هذا رئيسي هذا الشارع. تبليط وشنو راد له؟ هو شنو بس يتنظف قبل اجيب شو اسمه اجيب جريدر اجيب مكانيس اجيب هذا وافلشه واسوي ما عندهم مين يجيبوا ويكون شنو سوى والزفت ابراهيم كوت ما يكلفه هواي بيتك تعرف كم سياره زفت اكسا 5 سنتيم يسوونه ويروح. ايش قد سعر برميل النفط تعرف؟ 3 زين يعني شو يريد يفوت؟ الموازنه 37 شو يريد يفوت لهم يعني كم مليار دولار؟ مين يجيبه؟ لا يا ابو شلون يهم يبلط لك شارع وهم تريد تتعين وهم يعطيك حصه وهم مسوي لك كهرباء مسوي لك مجال مسوي لك مي. هسه هم صعدوا الدولار حتى هاي الفلوس الزايده كلها لهم هاي الفلوس الزايده صعدوا الدولار صعدوا شو اسمه هاي كميه جاي يحسب يقول لك حتى اكمل شغلته واطلع. انت اليوم صعبه مالات واطلع حتى يسوي شركات يسوي بالخارج يسوي شو اسمه. انت تريدهم يشتغلون ويبوقون ويقدمون وينكو ثلاثة سوى؟ لا ماكو. انا اقول لك بوق حلو حطهم بالجيوب مثل ما تقول هسه انت 18 ورقه على كل ابو سكله حتى الشارع ما يتبلط. ها وين صايره؟ ما تقول لي وين صايره. والله العظيم 18 ورقه بلسانه بلسانه قال ما غاسل السياره ما الشارع صار خمس سنه محفر من النظافه من الشارع النظيف 10 ايام والله بسليمانيه لا مسح السياره لا غسل السياره غسلتها ببغداد وطلعت سياره مرايه شوارعهم نظيفه يعني غير مو موضوعنا هذا. اي لا احنا انا ما جاي على هذا الموضوع، جاي على موضوع الكهرباء. ايه واستاذنا الموقر المهندس استاذ سلمان. منو استاذ سلمان؟ مدير قاطع الرضوانيه الجنوبي زين مدير كهرباء هناك زين محوله صارفين عدادات دافعين مليون ونص عدادات. اي بعشتوا بعشيرتوا مو هاي من دافعها؟ احنا دفعناها من جيوبنا وصولات. اي من جيوبنا. حلو قسم وصولات وقسم قال اي قسم قال انطوني انا ادفعها محاولتكم كامله هي والوايرات هاي تاليتها اي موجود قام المواطن يصرف على الدوله ونروح ونرجع وهاي صار لها حوالي سنه ونص
احنا ما يطلع بينا تقريبا 150 بيت على محوله واحده. زين. والاسلاك كلها تعبانه. نروح نروح للوزاره يصرفون ومن يمه ما يقبل، ما اعرف عداوات. صارت هاي مال الانتخابات هسه. جت لنا الانتخابات بفضل الله. قاموا يجون هذول تعرف البرلمانيين وقعدوا صورني. قلنا احنا شعدنا وياهم نستفاد محوله. اي والله صراحه. محولة على 50,000 لا لا ما على 50 لا 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 والله 50 مرة مو بحالهم الحجية تقول دياي الفلوس والهاي والله مو بحالهم بس المحولة يا بنت مو جاي تخدم الشعب ليش أنت تخبك يلا تخدمني خدمني هسه روح طلع لي المحولة كاملة بس يوقع عليها سلمان وتنصرف يعني مثل صار سلمان يعني ليش ما ماكو ما خلينا لا الوزارة رحنا الحي العدل اللي عفوا اليوم بالأسكان ما أعرف الجهة اللي هو قاعد ورا الكرسي مالته شنو ما أعرف كهرباء اسلاك هسه كائن من يكون يروح يشوفها كهرباء حار وبارد 110 نزعت الكهرباء هم تابع الاحزاب مو ما اي لا شلون المن لا لا ما عرفنا المن راح مع امك بس سؤال انت سامع كهرباء حار وبارد 110 90 ها شنو والقران 90 امبير عفوا الفولتيه 90 جبنا رافعات ب 200,000 من العقد عقد النصارى جبناها ترفع من 90 ل 140 150 كهربائنا زفت ويوميا طاق الواير ورايحين متوسلين لا بس الواير هو معروف الواير ب 25 معروف بكل العراق اذا ينقطع وايرك تشده ب 25,000 شنو هالبلوه هذا استاذ سلمان ما خلينا مكان ما سكينا عليه بقت بس القناه هسه من شفتك حتى راسا جت لي جاي اليوم اكو حل اليوم يصير لك حل انا رقمي موجود عندكم موجود انا رقمك موجود عندي بس شنو الفايده والله ما يسوي حل لو تروح هسه هاي مو القناه انا مسؤول عن كلامي وتروح وتوقف قدامه وتصور راح يقول لك هسه طالع صعد المحوله عنده استعداد يشدها قدامك ويفتحها وراك عنده استعداد هذا ليش انت مو اعطيته فلوس مو اشتريته والله ما ادري هسه النوب يريد 1.5 مليون هاي اليه؟ ايه اللي دفعوا اللي جمعنا من عندهم ايش قد دفع جمعت والله انا على 50 الله عليك ايش قد جمعت والله دفعنا اللي على كل بيت 50,000 يعني ايش كم بيت 150 بيت بالواحد ونص احنا جمعنا لهم 1.5 انا واحد من الناس 50,000 اي الله يسلمك طول استاذ سلمان انطيناه يا وصولات ايه بس مو كل الوصولات صارت نوب جاب لنا هسه برلماني وجانا خابر عليه شنو سلمان تعال لي هسه الو عماد شنو سلمان تعال اي والله اجى سلمان قلنا له عمي صار في لك احنا هاي قال لا مو بعد ما تعبر قال لعد هاي هذا رقمي يمكم وخابروني باكر المحوله جايه خابرنا قال اريد 1.5 مليون النوب رجعنا على العالم نجمعنا النوم 1.5 مليون قال والله عم احنا دفعنا وما جت المحوله فتجي المحوله عدو صار عصر ايه سلمان ايه هسه يابا بطلنا تعال الو سلمان تعال بسرعه نفس الو عماد طب طق التقاعد مال الوادي هي لبسها كفيلك العباس احنا بنحكي شوف انا صحيح نشتكي وهاي بس شكواتنا صارت مضحكه مبهم لانه اخذناه هو الموضوع بجديه انه لا مي لا كهرباء لا امن لا امان كلها ماكو ايوه احنا لا حبيبي انا اشكرك انا اشكرك ممنون ها عمو حبيبي خاطر مصطفى الرشيد ومصطفى رافدين ليش ما يطلون السلف وانا متقاعد قاعد بالاجار ليش ما ينطون صار لي 16 سنه اجار قاعد ما يشحون عن نفسهم ذولي ليش ما ينطون ما يطلون يقول لي ما كل ما ودي يقول لي عمرك شي يخاف تموت مو عندي تقاعد ما يفيد عمو والله هسه قدمت قبل اسبوع ورفضوها وين اروح اطلب وجهي للرشيد الخابر لي رافدين يا ابني الله يطول عمرك هذا مصطفى الرشيد إيه؟ قال لي ليش الحد معامله تو صار اسبوع من قبل هسه تحاكيه ايه؟ وامرا رحمه الله والديك يا عمي قاعد اجار دام مرن الدمار 16 سنه صار بلاجة. ستامار صباح الخير صباح الخير انت وياي على الهواء مباشر صدق اي والله يمي احد المواطنين ده يسأل هو متقاعد يقول كل ما أروح أقدم سلفة ما يرضون ينطوني سلفة خاف تموت كبير سألهم يا بليش قالوا له مو أنت عمرك كبير خاف تموت شلون نقدر نساعده إيش قد عمرك عمو مواري 47 هو مو صحيح عمري هذا مو صحيح مواري 57 بس تجوين كل تجوين يعني مثلا سمعنا إحنا مو صحيح هاي تقديرات هاي أوفة إيه إيش قد عمو إيش قد عمرك مكتوب بالجنسية 47 47 ستة مرة 47 إيش قد عمرك يعني ب 72 72 متأكد؟ لا إيه إيه نعم 72 تقريبا حجي إحنا بس إنه كانت هي 72 تعرف ياسر إنه على شركة التأمين لأنه لازم أكون تأمين على الحياة نعم بس هسه أكو مقترح إنه يكون 75 بس أعطيني مجال أشوف هذا
يعني الموضوع انه صار 75 لانه احنا مرتبطين بشركه التامين، اذا متامن يعني متامن على حياتي اكثر من 72 ما يقدر ننطي. يعني ست امال بكفيل بكفيل، يعني ست امال لازم هو يروح لشركه التامين يامن على حياته. لا لا لا, لا, لا ما يروح لشركه التامين، هذه اتفاقيه ما بين المصرف وبين شركه التامين. نعم المقترضين يصير تامين على حياتهم خصوصا المتقاعدين، شركه التامين على الحياه تفرض فد عمر معين. نعم الا تنطينا موافقه. بس اكو مقترح انه لل 75 بس خل اشوفه صار لو ما صار. انا ممتن لك، اشكرك. اشكرك، ممنون لك ست عام. شكرا. نعم. شكرا. هسه قالوا اكو مقترح العمر ال 75، هاي قوانين المصرف مو كيف ما يقدر يتلاعب بها حجي. يعني ما يطول. لا هسه اكو مقترح. ايه. ليش صافن علي؟ تعال. مقترح اكو بمجال. تعال خليني اسولف وياك. اكو مقترح لحد 75 سنة. ايه. المفروض. ايه. ينطون، فهسه نشوف اذا اوكي 75 سنة ندزك هسه وتقدم على السلفة. شو وقت يجوك؟ هسه راح يخابروني يرجعون يخابروني. شو امور؟ هلا عمو شلون؟ السلام عليكم. شلون صحتك؟ عليكم السلام. شلون الحال؟ والله الحال تعبان حيل. زين والله وضعيه تعبانه حيل. زين لا من رواتب لا من شيء لا من كله. زين انا رجال اشتغل سائق تاكسي. قد طلع ما شو طلع 10000 ما طلع. زين سيارتك صفراء؟ اي قدمت على مال الرعايه كل شيء ماكو. زين 10000 طلع باليوم، اذا يجيك وصل كل ثلاث ايام لو كل اسبوع قول ينقص لك وصل. اي مو؟ وانا جار قاعد عندي ثلاث جهال. ها شلون مدبر عيشك؟ جهال مو يردون مطالب البيت؟ لسه هم قال هاي العيشة صارت هيك. زين يدرسون جهالكم قاعدين؟ لا والله قاعدين حتى الجناسة ما عندهم. ليش؟ على البيانات ما عندهم فلوس. عم انا اسوي لك جناسي عليك. شلون؟ مو ممنون بالله الكريم. الجناسي علي. خلاص هذا هو. شلون هسه شلون نتواصل وياك؟ عندي حتى الحجيان تعبانه مريضه ما اقدر اوديه للدكتور. لا 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 تبكي قوي. لسه انا طالع بدوري وقال له وكيلك. زين ومطلوب العنب كله تطلبني. تعبان حيل حجي ما صارت تجي والله يعني حيل تعبان. ناشر الحكومه ايش دا يساعدوني. ناشر عمي ما تقول لي شو تناشر. ماكو ظلت بلد تعب قامت تعبنا الله وكيلك تعبنا. انا مواليد 86 شيبت. زين تطلع عندك بيك الشمس من الصبح لليل حصل لك لو 10 لو ماكو. والله هاي دمعتك تسواهم كلهم. زين بالله الكريم والله عندي عمليه ما توم وبعد يوم وين لو باكر لا عقب عمليه بالسفاره. وين عمليه؟ شو اسمه؟ دمي بعينها. وين بيا مستشفى ابن الهيثم؟ ابن الهيثم اي مستشفى ابن الهيثم؟ اي يعني حجزتوا اخذتوا موعد خلاص؟ موعد على اساس الاربعاء قالوا. اي العمليه اليوم اليوم. فلوس ما عندنا نوديه. زين مو مجاني يا ابن الهيثم؟ ليش الدكتور بس طبنا له خاص يقول الا تروح الدكتور خاص يكتب لك يلا تجي تحول لك المستشفى. شنو انت دكتور خاص يكتب لك؟ ايه. عمي خلاص هاي هسه فط لك اياها مال ابن الهيثم. مال ابن الهيثم يمي انا فط لك اياها. انا والله تعبان حيل والله. مليونين كل عمي كل عين واحده مليون. ليش عمي ليش؟ زين ابن الهيثم مو مجانيه. اه؟ لا يقول لك الا تروح على الخاص يلا تجي. يعني ما تفهم شنو الا تروح على الخاص؟ عند مو بالمستشفى؟ قال له بالمستشفى قال له اوديك الدكتور بالعظم بال شو اسمه مدرون اللي بابو كان. يعني هذا الدكتور بالمستشفى قال لها روح الدكتور هو نفسه بالمستشفى قال له الدكتور آه مال عين تفحص عيونها على النظر او على شنو المي ما ادري شنو يقط لك كتاب ينقلك للمستشفى مال ابن الهيثم. زين وعود يلا يسوي له عمليه. زين حجز ويوميا ودينا ورايحين يوميا رايحين وجايين. زين بس موعد انطوك لو لا؟ موعد اعطونا اي صحيح اعطونا موعد يوم الاربعاء اليوم على اساس. اي بعدين البارحه حولوا المستشفى يرموك قال له تحاليل ما سكر لان مو بيها سكر وضغط. زين قال له ينزل السكر مالته والضغط يلا تروح تحاليل يسوون المستشفى يرموك يلا. رحنا نفس الحاله ولحد الان. اما هاي انا فضلك اياها الله شاف والله انا فضلك اياها. هلا الدخبي ياخذ رقمي ونتواصل انا وياك. انا فضلك اياها انا فضلك اياها توكل بالله. قدمنا على عاطلين الله وكيلكم والله تعبانه بدنا وزين بالقران الكريم. قول يا الله هسه بخيمي ثواني بس تعال عمو تفضل خليني نفتهم من ست امال. ها عيني ست امال. عيني هلا اقول لك عيوني اذا عمره 72 يقدر يقدم 72 وشهر ما يصير. عمرك 72 ضبط؟ 47 قدر
لا 47 عمره فوق ال 75. 73. ها؟ 73 عمره. اي لا مو 72 عيني. اكو مقترح هسه لانه قلت لك مثل ما قلت لك شركه التامين تامن على حياه 72 لحد 72. نعم. قصدي هسه على هذا النظام، بس هسه اكو اقتراح انه بلكي يوافقون على التامين على حياه لحد 72. خلي ينتظر الى ان شاء الله ان شاء الله خير، ننتظر الاخبار الجيده من عندك ان شاء الله. شكرا ست تامر، شكرا شكرا شكرا. عمو ماكو ما يصير حتى ما تدوخ نفسك ولا تتعب ولا تروح تشوف كراوي، انتظرون المقترح، اذا طلع المقترح راح تنزل بيه اخبار وعواجل والعالم كلها تسولف بيه، يوصل لك الخبر وانا اساعدك بالتقديم. الله يحفظك. من وين عندك؟ شلون راح القاك؟ تعطيني رقمك. اخذ عمو رقمي، قابل رقم من اخذ رقمي، اعطيه رقمي، اعطيه رقمي. تومر تومر تعال يما تعال. هسه بشنو العملية أنا ساعدك بيها، أفضل لك موضوع أتواصل لك بيا وزارة الصحة، والجنازي ما جهالك أنا همين أتكفل لك بيا وأطلع لك إياها. بالنفوس المحمودية. تواصل وياي وين؟ بالنفوس المحمودية. نفوسك محمودية تمام زين. تومر تومر. والله أمور تعبان حيل. نتواصل ويا مدير عام الجنسية وبيك خير وتدلل. إي والله. أمر تومر. ممنون لك. تومر أنا ممنون. أنا حبيبي ممنون. تدلل هاي يمه تعالي. السلام عليكم خالد. قولي ما. السلام عليكم. هلا بيك. اسالك سؤال. عمر انت هسه واقف، ايش بدك تشوف؟ بدي اشوف استغفر الله يا ربي، بدي اشوف بدي تفتر هالضيم والقهر والمصايب والفقر والفاسد يلعب لعب بخيرات العراق والشعب داق الجوع والظلم. بارك الله بيك وبارك الله بعمرك. باوع مقابله، شوف هاي البسطيه الواقعه ذيك. اي ذيك قدام شفتها. اخذ لي هاي البسطيه. ايش بيها هاي البسطيه ذيك اللي ورا الكي؟ صار لي 20 يوم من فتحتها. أيه؟ اكل همبرجر وهاي بسطيات، الله يرزقهم ويرزق امه محمد. هاي انت فتحتيها؟ فتحتها لابني، فتحتها لابني 20 يوم. زين. دابين عليها احنا فوق المليون ونص، الله شاهد والعالم تشهد علينا. أيه؟ ما احمد لك بيهم، اسال عليهم هدوء وادب. هم اثنين اصدقاء شاركوا، يعني شهر ونص تجي تفلشها. على شنو تفلشها؟ لو الوحيد المتجاوز انا اقول لك فلشها، لو تفليش عام انا اقول لك خلي فلشها، بس هي عالم كلها مسترزقه وكلها قاعده على باب الله، وهو الوضع كله تعبان، وهم لو عندهم سبوبه عيشه ثانيه صدق ما يفتحها. طبعا صدق طبعاً. ما يفتحها. والله ما يفتحها على هالضيم وهاي، ما يفتح. بس انت من دا تفلشها اكو بديل الها؟ والله العظيم انا مؤيده تفليشها يا خاله. ماكو بديل الها. أنا عندي بس عليش قبل ما يفلشوها؟ اجوني قبل يوم واحد. ايه؟ اتطول 3 أيام، ثاني يوم حتى غراضهم ما لحقوا يطلعوهن. زين أنا هاي من يخسرها؟ زين أنا ابني السلام نايم بالبيت، انت تشجعون يعني على البطالة؟ ما أعرف. اي والله يشجعون على البطالة. اي والله. زين اكو بديل؟ اكو بديل؟ ما عندهم لا بديل ولا عندهم حل. زين يخافون، واحد يخاف من الله، الصغير يخاف من الكبير، واللي يبوق وحاط ايده بجيوب المواطنين يسوي هالتصرفات هاي. لو تطيني لو عوفك. رحم الله والدي. واضحه امي واضحه الحراميه. رحم الله والدي. رحم الله والدي. يعني ابني يجي فلاونزا ينضرب ابره غلط يروح يموت توفى. هذا كبير مالتي هذا دشوفه. وهذا اريد اكسر الموضوع، اريد افتح له سبوبه عيشه في سبيل شوية يلتهي، لأن كسرتنا كبيرة، يعني مرتنا 6 أيام، 6 أيام بأبرة غلط وتشخيص غلط، وما اشتكيت، اشتكينا لله. أنا ما داش أشكي لك أقول لك وضعيتي تعبانة، الحمد لله والشكر. حتى لا تشكي لي ابنك. لا 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 لا، الحمد لله كلنا أغنياء، كلنا أغنياء، أغنياء بإيماننا وبإسلامنا، الحمد لله والشكر. احنا هاي الوضعيه كلها ونقول الحمد لله والشكر، ونظل نقول الحمد لله والشكر، بس احنا ما نريد مساعده من الله ومنكم، انه تنظروننا بنظره رحمه. رحمه، احنا اخوان، احنا اسلام، يعني هو مجرد بشر. الله يعزك، يعني هو مجرد بعض. انت بس انظر له، الله عليك، هو الوحيد المتجاوز. لا كلها متجاوز من الطول للطول، بس ليش ما انطى؟ ولا تريد تنظر هاي ما انطت فلش. التجاوز مالته كلش ما مأثر. اجي هذا التجاوز كل الشارع الواقف بي انا من بدايته النهايته تجاوز، وفوت بعين اكبر واحد يقول لي لا. رحم الله والديك. كله تجاوز الشارع. يعني 20 يوم ويفلشونه، 20 يوم، واحنا ترى اهل المنطقه، مو اقول لك جاي غريب وخاف ياثر على المنطقه.
احنا صار لنا 15 سنه هنا. والله الله يساعدك. وانا الوحيد هذا الدير دا يشتغل، هذا الوحيد اللي عندي. لا من بعد ما جمعتي له ولقيتي له الشغل. الله شاهد، الله شاهد فلوسه جمعناه وطيتها. ما طبق القانون، كنا ويا القانون، بس اكو بديل. اكو بديل مو هيجي. هو سب كيفكم. انا جايه على الله وعليك. شنو تردي قولي؟ الاريده هاي تنظر لي بحالها، شوف لي ليش تفلش؟ ومنو راح يعطيني التعويض ماله؟ بقت يم الله ويمك، انا مو قصه يعني اقول لك تعبانين ولا، الحمد لله، اكذب عليك اقول لك فد مره مو، بس احنا مجرد بس ابونا يشتغل، بس ابونا يشتغل، ابونا هم مريض. هذا الوكيل البلدي لامانه بغداد. رحم الله والديك. راح اتصل لك عليه. رحم الله والديك. راح اشوف لك شلون يقدرون يدبروا لك اياها ايجار. الله يقدرك على فعل الخير يا خالد، الله يقدرك على فعل الخير. امر امر. هسه شوف لك شان الموضوع شلون يقدرون يساعدوك بيها تدلني. رحم الله والديك. الله يعزك خاله. رحم الله والديك ما تقصر. اذا ما هاي السخابة احنا هنا على بلدية الرشيد مو صحيح؟ والله خاله ما اعرف اكذب عليك. ترى السخابة لك الرشيد. خليني ادز له رسالة. تعالي ما تعالي أمر. الله يعزك. رحم الله والديك. صح هذا مغلق. أستاذ رائد صباح الخير. انت وياي على الهواء مباشر. حبيبي استاذ. استاذ رائد يمي مره كبيره بالعمر. نعم. ابنها الكبير متوفي صار له قبل فتره. وهي كبيره بالعمر ورجلها كبير بالعمر وعندها ولد واحد وما عندها معيل بس هالولد. فتحت بسطيه بالتقاطع مع الشرطه الرابعه بصف البسطيات الباقيه. تم ازالتها. فشلون نقدر نساعدها كانسانيا؟ شنو اللي نقدر تقدر تقدم لها؟ تقدر بانه بسطيتها مثلا تاجرها من عندكم، تاجر الارض من عندكم، او نشوف لها حال نقدر نخليه بانه كرزق لها سبوبه تعيش بيها. وانت بالانسانيه انا مجربك، الله شاهد، مو لي انا اعرفك واتواصل وياك، بس انت بالحالات الانسانيه ما فد يوم دزيت لك حاله انسانيه ورجعتها. انا خدمت لكم خدمه حجيه، بس خل تجي تقدم طلب. احنا موضوع التاجير والكشوك والامور خلي تقول العقاريه مو من اختصاص الدائره البلديه، ترفع طلبها الى دائره العقارات، هي الدائره المختصه بتاجير الرصيف، اشغال الرصيف، ايجار كشوك، ايجار هاي الامور العقاريه. احنا خدمتها ان شاء الله راح ادز لك اياها. هسه موجود انت بالبلدية استاذ رائد؟ انا حاليا كشف ميداني. نعم ورا ال 12 خلتي تشرفنا ورا الساعه 12. انا ممتنع لك. اشكرك اشكرك. حياك الله استاذ رائد. هلا بك. يما اليوم ترحين ورا ال 12 البلدية الرشيد، سيل اهل التكاتك يعرفوها يوصلوك الباب بلدية الرشيد. يوصلوك روحي لها تطبين على المدير عام راح تاخذين رقمي حمادة وبيج خير وتدلل. رحم الله والديك. هلا بيج شوف. هلا بيج. هلا بيج. لا تمرين. تمرين تواصلوا وياي. شو يصير تواصلوا وياي؟ ما اقدر اسويها مدير عام وكيل، ما يقدر يسويها وكيل امين، بس تعالي خليني اتاكد لك من الوكيل. ربي يحفظك خالد. ما اقدر اسويها امين نوصل للعلي. رحم الله والديك، ربي يقدرك على المتقاعدين. هلا هلا. اي والله اخوتك انا بالبيعه. الله يسلمك. تفضل. الله يسلمك. مريض رجلي من الصبحه.
شو ساعدك؟ شو انت تحتاجه؟ ايه بس اسوي رجلي منه. يعني تحتاج عمليه؟ لا لا مو حرام، هاي ما اعرف اسولف لك عليه شوي على كيف، يعني بدي احكي عليه على كيف. مدى افتهم عمو شنو اللي تحتاجه؟ ماكو ما اعرف احكي عليك، لان هي كانت تمشي بالشارع يعني وقعت بخير من الله. اعتقد استاذ اعتقد هذا علاج طبيعي. ايه ايه علاج طبيعي. علاج طبيعي اكيد. اي هسه نتواصل لك عمو صالح. اي لان شلون اقدر اساعدك فيها؟ ايوه يعني ما ادري هاي العلاج الطبيعي شلون وين وزاره الصحه، خلي اتاكد لك منهم. يعني لو عمليه لو عندك شيء هسه تزك لوزاره الصحه. لا 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 بس مو بس 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 انا مش ما اقدر احكي ما اعرف اسولف. صار تفضل. مستشفى يرموك عندهم بوكان تخصيص للعلاج الطبيعي بدور المعوقين. نعم تفضل. ايه بدور المعوقين موجوده هاي اختصاص مستشفى يرموك. صار هسه اشوف لك اياهم بالدليل. يعني تقدر يعني تاخذ اسمه وهذا وتنزل المستشفى يرموك يسوونه، لان هو هذا الكلام اللي احكيه صحيح. صار عمو صار سهل. شنو وضعك؟ أنا مرتاح. لا وياي وياي مرتاح من كل شيء. شو اشتغل؟ عماله. ها؟ عماله. ايش تسوي للعاد؟ شو تسوي؟ شنو متزوج؟ اي متزوج. اطفال؟ لا لا ما عندي. شلون تدبر هالعيشة؟ الحمد لله والشكر اطلع يوم اقعد الشهر ها هي، انا زوجتي كلش كافي. ايجار؟ لا لا بيت ملك الحمد لله والشكر. اي الحمد لله بهاي ولا لا لو ايجار لا. كان انهزمت رحت. حتى العمالة صارت واسطة. اي اكيد واسطة. اكيد اي والله اكيد. كل واحد يطلع جماعة تساوي خطية. هسه هم الخلفة بن عمك وبن خالك. اي اي اكيد. شنو هالحياة الواسطة هاي؟ اي والله اكيد. شو تسوي هاي هي الحمد لله. نقول الحمد لله والشكر. احنا نقول الحمد لله والشكر على كل حال. خير من الله الحمد لله. صار عمو صار تدلل تدلل. 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 عمي بس اسمح لي. تدلل تدلل صار. دلل لكم شلون اتمشى وياكم بس انا فطلك هذا الموضوع. صار قول عمو عمي عدل بعد علينا عمان رئيس وزراء. ها هم هلا بينا. انا رئيس وزراء. ها بس يعني نقول يا ربي انا رئيس وزراء. ها قل لي انا صاير وزير هم اتخذ. الله يسلمك الله يخليك حبيبي عمو الله يحفظك. مو الله يا عمي ترى قول يا الله قول يا الله ترى احنا عملنا صيام ولازمين من ذاك رمضان وجايين. انا ايش بيدي عليك عمو ايش بيدي؟ انا وصلت والله كلها بيديكم. كلها بيد الله بيديكم. استاذ ياسر لا بصرف عندنا لا شيء عندنا دير بالك على الفقره. الله يكون معاكم عمو الله يكون معاكم. استاذ ياسر حبيبي احنا نشكر قناتكم موقر الله يحفظك على كل الشغلات اللي توصلون صوتنا. بس اكو فقره نسيتها بصراحه اخاف المتقاعدين يزعلون علينا هسه. عمو باختصار وراك عامل اختصار. عندنا 4 مليون متقاعد. ايه؟ يطالبون هسه لحد الان بزياده الرواتب المتقاعدين. وزياده رواتب المستفيدين. المستفيدين والوريث. المستفيدين والوريث 800 لحد الادنى ان شاء الله المتقاعد ان شاء الله. وارجو منك ما توصل صوتنا ان شاء الله. حياك الله. هلا باب هلا بك. شلون مفتهم؟ السلام عليكم. يا بان اشكرك ورحم الله والديك. قامت تلعب رجلك لعب. جهزت العمليه وكملت. كملوا لك اياها؟ ابو العز الشمري ما قصر. ايه معتز. معتز الشمري. استاذ معتز عزيزنا اللي كان ويا الدكتور حسن التميمي وزير بس بقى الصحة. شغله واحده الكتاب مال الوزير. الكتاب سوى لي هناك. خوما يسقط قالوا لي شهرين يسوي العمليه ورا. انت سويت عمليه؟ سويت وحده تك سوى لي رجل وحده. بعد لك التك. وبعد تك الثاني. امر. يعني عادي ما يسقط الكتاب. اقول لك سولفولي الولد هنا الابطال الشرطه الاتحاديه. ايه قالوا لي انت من رحت ما مصدق طبيت غرفه عمليات وما مصدق. ماكو رحت هيك وفجاه كان يقولوا لي يلا مو له مو اي والله اي والله عمي صحيح. ايه اي والله. لا تدلل. كملوا ما خسروني ربع دينار. كذب عليك اذا قلت لك خسروني 1000. ولا يخسروك شيء. احنا اشكرك اشكرك ورحم الله والديك. يلا تدلل هسه تمشي تمام اوكي. تدلل تدلل. اي امر امر امر. شلون فدوه بس ادفع لك على مود اسجل بيت الله. شنو بيت الله حج؟ اي يما هاي كبيره هاي ما ادري شلون هاي. بالله خلي اسالك والله والله لا اسالك ياهم. بنت الشهيدي. اي صار 17 سنه. ايه؟ سياره مفخخه كليه صار. لغات والله هسه اسالك ياهم ما رايح لا رضا البيت الله كل شيء ما رايح. هسه اسالك هيئه الحج والعمره بالله الكريم صدقه لا هسه راح اسالهم
أيوة. شو وقت الحج ينفتح؟ اي أيوة والله خذ والعين. انا اتواصل وياهم كلهم بس دولة رئيس الوزراء، بس الا اتواصل وياه على تليفونه واقول له هاي عمي شوف العالم، شوف الضيم اللي تريده، العالم مو صعب، شباب يردون، تعيينات بسيطة سهل وامور، هاي الاماكن المناطق الفارغة المساحات الشاسعة الكبيرة احط بيها بسطيات، اجهز بيها هالشباب هاي. اي حكايتك اي والله داعين. هيئة الحج والعمرة ما يجاوبوني، بالله خلي اتاكد لك من عندهم. بس هاي انا شفت اياها، بس اتوقع يمه مسدوده. اه والله. ولا وين رضت؟ ها؟ ولا شو اسمه؟ اللي رضت هسه اتاكد لك، ما ادري بهاي ما ادري يمه. بهاي ما اعرف. بس مال الحج والعمرة هسه اتاكد لك من هيئة الحج والعمرة. ما جاي احصلهم، ما احصلهم وانا اني بالاسبوع الجاي. انت يما انا ما اقدر احقق كل الامنيات. بس انا بنفس الحج. والله والله العظيم اذا اقدر اساعدك بهذا الموضوع لا اساعدك. وهسه راح اخذ رقمك واتواصل انا وياك. ما عندي. اخذها حماد، ما عندك تليفون اهلك بالبيت. اعطيني ورقه. عمي سجل لها ورقه وقلم. فد والعين. صار امر امر. يحفظك الله بجاه النبو محمد. شو امرين؟ هلا مام هلا هلا. يحفظك الله. حماد اخذ الحجيه انطيها رقم. السلام عليكم. هلا مام. شلونكم؟ شلونكم؟ عندي ابن اخوي معوق. ينطونا راتب كل أربعة أشهر خمسة يقطعون هدمي. يعني كل أربعة أشهر يقطعوها ويطوا يقطع. من 2019 لحد الآن. إيش قد راجعنا إيش قد سوينا وما فات. هو معوق خطير. يعني ينطوا ويقطعوا ينطوا. إيه ينطوا انطال عيدية ما انطوا الراتب. سمعان هيك؟ والله ما ادري يعني هاي يعني هذا اسمه موجود وده يستلم. والله اسمه ايه يعني العيديه انطوه اياه والراتب ما انطوه اياه. هاي كل خمس اشهر سته يقطعون. يمكن اسمه اخذ اسمه ماشي تعال اخذ اعطي اسمه خليه اتاكد خليه اتاكد لك من الموضوع. ها يا شلونك الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يسلمك. بالنسبه مال المتقاعدين ما تجون تصورون نطلع مظاهرات ان شاء الله من الطعمات الاخرى. عسى وعدونا قال يوم 25 رفعوا الكتاب الكاظم ما ادري صدق ما ادري كذب مدير التقاعد. شو على شنو وعدوا؟ هاي مالتنا 800 ناخذ. 800؟ اي مو اعطونا 500 وضربوا 300 ذاك طلع مدير التقاعد ضاربه. اه والله؟ يعني شلون ضاربه؟ ضاربه شو ما يدرون يدرون يعني بتجيب عمرها؟ اي راحت ولقوها ببيت الله مينها. هسه وعدنا هذا مدير الجديد. ايه قال رفعت كتاب للكاظمي بعد ما ادري يوم 25 يا باقي نطلع مظاهره كلش قويه. ولا احد جاء صور ان شاء الله عمو ان شاء الله نجيكم صح. يوم ما تواصلوا وياي اسالك على الموضوع تواصلوا وياي اسالك على اسمك. تفضلي خالد. السلام عليكم. شلونك؟ عمر كنت اتمنى يعني اشوف عمري يمه. الله يخليك. احنا بالنسبه عوائل الشهداء امي عيني انت مو انطيتي الاسم؟ اي خلاص امي انطي رقمك وانا اتواصل وياك عيني. ما عندي تليفون. يمه شو اسوي لك ما عندك تليفون ويا من اتواصل وياك؟ لا يعني تليفونكم انا اخابركم. اي اخذي رقمي من الشباب ما تعطيها رقمي يمه. احنا من ضمن عوائل الشهداء يعني من 2014 استشهد ابني ولحد هاللحظه هاي 2015 انا مقدمه على قطعه ارض وماكو. انا قاعده ترى بالزراع كنت بالتجاوز وهسه حاليا بالزراعي. زين بهيج حاله شلون يعني قطعه ارض بعد ايش وقت؟ هاي صار 7 سنين. زين يا امي ما ادري شو اقول لك يعني هسه انت منتظره قطعه ارض من عندهم. اي والله ومكمله معامله تصور يعني حتى باص مع المعامله. زين بس تسليم غير نريد نعرف شنو يعني. الى دوله رئيس الوزراء حال الشهداء ووضعهم وانتم وعدتوهم واتمنى بانه توفون بعدكم ولو مره واحده. والبارحه طبعا طلع بالرئيس المؤسسه وحكى خوش حكي بس ما بدنا نعرف احنا الوجه. قال ده نعطي وجبات. زين احنا من 2014 الوجبات ايش وقت؟ يمكن اكو قبلك واكو قبلك. زين وبالنسبه للراتب احنا 5 بي يعني زوجته وابوه واني وبناتي. مستفيدين يعني مستفيد. قابل يزيدون؟ لا مستفيد. اي هاي خلص يعني وكان سابقا عندي مال رعايه توقف. اي طبعا امه مستلمين راتب يعني صرت قبليه تستلمين راتب. بس انا مستفيده. اي هو مستفيده امه يعني ديفوت لك راتب ديفوت لك راتب. العداله والحق يقول ما دام ديفوت لك راتب ما يصير تستلمين مال رعايه. مو هذا الحق ولا غلطان انا؟ لا حشاك من الغلط. زين بهيج حاله شلون هسه احنا داعي بالقطعه الارض.
ان شاء الله يوصل صوتكم، واكيد لازم اكو حل لهذا الموضوع. وانت انت اتمنى والله اشوفك. الله يحفظك، الله يحفظك يوم ان شاء الله خير، ان شاء الله يوصل صوتك. الله يخليك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. اوف يا حال العراق. مشاهدينا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم من برنامج الرشيد والناس. انتظرونا ان شاء الله بالاسبوع القادم بحلقه جديده. في امان الله.